مشاهدينا، ومعنا عبر الهاتف عضو مجلس النواب السابق السيدة وفاء بني مصطفى. أهلا بك سيدة وفاء. سيدة وفاء، يعني أهلا بك، مساء الخير طبعا. يعني منذ مساء يوم أمس والشعب الأردني والعالم أجمع يتابع يعني ما حدث من بيان القيادة العامة للقوات المسلحة حول اعتقال عدة شخصيات، وأيضا المؤتمر الصحفي الذي تلاه اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي. سيدة وفاء، يعني أنتم اليوم، يعني أنت كنت عضوة مجلس نواب، اليوم ما هي الرسالة التي ترسل للمواطن الأردني حول كل ما حدث؟ نعم، أعتقد أن الأمر الأول الذي يجب أن يعني نتكلم به هو أن أمن واستقرار الأردن هو فوق كل اعتبار، وأن شرعية النظام والحكم هو أمر خارج نطاق النقاش في الأردن. وبالتالي نحن تابعنا بالأمس ولكن بكل ثقة وبشعور مفرط يمكن في الأمان والثقة الكاملة بالأجهزة الأمنية، وبأن الأردن لن يمسه أي شر أو مكروه، وسيكون عصيا على أي مؤامرات أو فتن تدار للمساس به. والأردن مر بأزمات متعددة واستهدف في حقب تاريخية متنوعة، ولكنه استطاع في كل مرة بحكمة الشعب وبالتفافه حول قيادته وحول نظامه الهاشمي الشرعي، استطاع أن يتجاوز كل تلك المحن والأزمات. أقول لك بكل صراحة، منذ الأمس وأنا أتلقى مكالمات من بعض الصديقات في البرلمانات المجاورة ورسائل، وأنا أؤكد لهن أننا سنتجاوز هذا الأمر بكل ثقة واقتدار، وسنخرج أقوى إن شاء الله تعالى من هذه الأزمة. وأعتقد أن هذه هي الرسالة الأهم للمواطنين وللشعب الأردني، الثقة الكاملة. أولا نحن دولة قانون ومؤسسات، لسنا نحتفل اليوم، وكان اليوم هنالك احتفال مهيب للسلطات الثلاث بالمئوية. نحتفل اليوم بمئة عام من عمر الدولة، كانت مسيرة مليئة بالإنجاز. وأيضا إذا كانت هنالك مراجعة وتقييم، نستطيع أن نعالج الأمر داخليا ونستطيع أن نمضي قدما في مسيرة الإصلاح الشامل والكامل الاقتصادي والسياسي، ولكن برؤى داخلية وبتمتين الجبهة الداخلية وبالالتفاف حول القيادة الهاشمية التي دائما كانت ولا زالت هي عنوان لإجماع كل الأردنيين، لا يقبل أبدا أي تشكيك ولا يقبل أي أبدا أي نزاع في ذلك. فبالتالي هذه هي الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية، أعتقد بأنه شعبنا واعي ويجب أن يبتعد عن الإشاعات والأكاذيب وعن يعني ما يتم ترويجه من بعض الأشخاص حول يعني أمور وحقائق غير واضحة وثابتة، ودائما نعتمد على المعلومات الثابتة والواضحة التي تأتي. وأنا هنا أشير إلى أن البيان بالأمس الذي صدر عن رئاسة الأركان، والبيان اليوم الواضح الذي صدر عن نائب رئيس الوزراء الدكتور أيمن الصفدي، يعني وضح الكثير من الحقائق ووضع الكثير من النقاط على الحروف. وبالتالي يجب أن ننتظر مسألة التحقيقات، لأننا أنا كمحامية أقول بأننا دائما كنا نقول أن التحقيقات يجب أن تكون سرية. هذا هو مبدأ سرية التحقيقات وعلنية المحاكمات. ونعرف وكلنا ثقة ابتداء بأجهزتنا الأمنية والقضائية، وأيضا نعرف تاريخيا أن الأردن لم يعرف في يوم من الأيام لا إقصاء أحد ولا إلغاء أحد ولا تشويه سمعة أحد
ولا يقبل بتلفيق التهم، وإنما لا يقبل إلا بالعدالة الكاملة والمنجزة والواضحة أيضا أمام الرأي العام الأردني. جيد. سيدة وفاء، يعني أنت تحدثت بأن التحقيقات يجب أن تستمر، ولحين إعلان نتائج هذه التحقيقات يجب أن يكون هناك يعني انتظار لهذه النتائج، لكن اليوم السيد أيمن الصفدي أكد وركز على موضوع أن الأمن الأردن واستقراره يتقدم على أي شيء، وأيضا ركز على موضوع أن القانون يعني فوق الجميع. وأنت يعني كمحامية سأسألك سيدة وفاء، يعني بخصوص موضوع قانون مجلس العائلة ماذا نعرف عنه؟ يعني سيدي اليوم كان هنالك إشارة أنه في بخصوص سمو الأمير سيكون هنالك تعاطي مع الموضوع وبرغبة من جلالة الملك، وحسب البيان الذي تم الإعلان عنه من قبل العائلة، ولكن أيضا هنالك تأكيد في النهاية من قبل نائب رئيس الوزراء على سيادة القانون، وعن أنه في النهاية لن يكون إلا تطبيق للقانون بحذافيره وعلى الجميع. وبالتالي أنا أعتقد بأنه من المهم في هذه المرحلة أن لا نستبق الأحداث وأن ننتظر اكتمال التحقيقات. الحكومة اليوم كانت ووجدت نفسها تحت يعني يمكن رغبة الشارع الأردني ورغبة أيضا الشارع العربي والعالمي الذي تدعى إلى الانتصار للأردن، وجدت نفسها الحكومة يجب أن تصرح مبكرا وتظهر الحقائق الأولية مبكرا، ولكن أنا أعتقد بأنه من المهم جدا الانتظار إلى النهاية، أن ننتظر لائحة الاتهام النهائية، أن ننتظر، لأن هنالك أشخاص قد يحقق معهم وقد يعني تمنع محاكمتهم أو يخرجون لعدم المسؤولية، وبالتالي يجب الانتظار إلى النهاية حتى يتم تحديد ما هي الأوصاف وما هي التكييفات القانونية وما هي الجرائم المسندة إلى هؤلاء الأشخاص. وأيضا أنا أعتقد بأنه من المهم جدا لنا أن لا يكون هنالك تحليل وتصورات أعتقد حول من هي الأطراف الخارجية، لأننا أيضا لا نريد أن يكون هنالك يعني استباق للأحداث قد يؤدي إلى للأسف الشديد، يعني بدأنا منذ الأمس نسمع عن تورط بعض الدول وبعض، يعني يجب أن ننتظر التحقيقات لأننا أيضا حريصين على علاقاتنا مع الإقليم، حريصين مع علاقاتنا مع الدول العربية ومع دول العالم اللي كلها طبعا كانت وسارعت إلى دعم جلالة الملك، والكثير من قادة الدول تواصلوا مع جلالة الملك وعبروا عن دعمهم له. وبالتالي أنا أعتقد بأننا يجب أن ننتظر الحقيقة الكاملة والتصريحات الكاملة والتحقيق الكامل الذي سوف يتم نشره، ونحن متعودون في الأردن على الشفافية والوضوح في هذا الأمر، وأنا أجزم بأنه ستكون هنالك محاكمات علنية يستطيع المواطن الأردني أن يراقب والرأي العام الأردني أن يرى وأن يراقب هذا الأمر، وهذا سننتظره عند خروج عند خروج نعم، ولكن أعود وأكرر بأنه نعم الأمر الأهم هو أننا وأن الأردن حسم منذ الأمس يعني لا أريد أن أستخدم مصطلحات غير قانونية، لكن حسم هذه المسألة ويعني وحسم هذه يعني المؤامرات التي وجدت للنيل من ثباته ومن استقراره ومن التفافه حول قيادته، وإن شاء الله ستبقى بلدنا دائما عطية على الأعداء والفتن والمؤامرات. آمين يا رب. سيدة وفاء، يعني برأيك أنت هل طويت هذه الصفحة أم ننتظر المزيد من التداعيات لا سمح الله؟ لا، باعتقادي نحن على ثقة كاملة، وأنا أقول لك نحن منذ الأمس وأنا أجد الجميع، سيدي الحال يعبر عن نفسه، انظر إلى عمان البارحة وانظر إلى الأردن البارحة وانظر إلى الأردن اليوم، صحيح أن الجميع يترقب والجميع ينتظر والجميع بانتظار المعلومات، ولكن كلنا في الأردن يعني لا نقبل القسمة على اثنين عندما يتعلق الأمر بالعرش وعندما يتعلق الأمر باستقرار وثبات الأردن وأمنه واستقراره.
أنا أعتقد بأنه الموضوع انحسم، ولكن نحن ننتظر سيادة القانون، ننتظر معاقبة المسيئين، ننتظر أن يكون هنالك يعني عقاب لكل من يثبت تورطه في هذه المؤامرة، وأن يكون هنالك يعني وضوح وشفافية مطلقة في موضوع المحاكمة، وهذا ما أتوقعه من نظامنا الأردني، وهذا ما أتوقعه من حكومتنا الأردنية ومن كل سلطاتنا الأردنية الثابتة والراسخة، واللي زي ما حكيت لك عمرها أكثر من 100 عام، ولن تكون إلا عند مستوى الحدث ومستوى تطلعات الأردنيين في هذا الموضوع. نعم، إذا عضو مجلس النواب السابق السيدة وفاء بني مصطفى، شكرا جزيلا لك.